لكم في نهاية الحلقة نسخة من الكتاب هذا بيفيدكم. يعني احنا في الحلقة ما راح نقدر نقدم كل شيء، هذا راح يفيدكم مدى على طول ان شاء الله بيكون معاكم. جميل. يوم الخميس في ريتنج بنكون انا والمهندس عبد الله، تسحبون كل واحد بيسحب نص وبيقرأ عاد نشوف ايش يصير. لا بتكون مقبولة شوي، بتكون مقبولة يعني، بس الان احنا يعني ما نبغى نطول على ترى طيب. انا ما اعرف اقراها الاخ عوخ برافو ما نبغى نطول عليها كثير، بس انه احنا نبغاكم تتمرنون. خلي يكون عندكم الجرأة، خلي يكون عندكم الجرأة في الكلام. كلنا بنغلط، وزي ما قال المهندس عبد الله في بداياته هو ما كان حتى هو مو قادر يقراها. التحدي الثاني نبدا فيه استاذ